بنجدد الترحيب بحضراتكم مره تانية كابتن ايمن. لو ابتدينا الكلام مع الاتحاد السكندري، بدايه مميزه جدا للاتحاد على خلاف مواسم سابقه، بتشوف ان الاتحاد السنه دي يقدر يفضل في نفس المركز اللي هو موجود فيه دلوقتي، يعني يقدر ينافس ان يكون موجود طول الوقت في المربع الذهبي؟ اولا مفتقدين كابتن محمد عمر يعني في الاستوديو ده، يعني دايما ماتشات الاتحاد بتبقى اجمل مع كابتن محمد عمر. نشكرك طبعا قوي على نشكر الكابتن وليد، ونشكر الكابتن وليد، انت والكابتن وليد عاملين واجب محترم يعني. جه هو خلاص ممثل للاتحاد. لكن خلينا نتكلم ان كمان مجلس الاداره او بالذات رئيس نادي الاتحاد عمل رهان غير عادي على فريق الاتحاد السنه دي. يعني الاستاذ محمد مصلحي من الناس اللي رهنوا بشكل ذكي جدا على فرقه الاتحاد، وعمل تجهيزات غير عاديه، وعمل فرقه تركيب الفرقه كلها، هو والكابتن محمد عمر عملوا شغل عالي قوي ان هم يقدموا المجموعه دي، مجموعه مميزه قوي. وكان رهان لدرجه ان احنا سمعنا ان هو نفسه الاستاذ محمد صالح كان عايز يقول كفايه وتعب من المشاكل، لكن الامور عدت على خير والفرقه حصل لها استقرار. لكن بدايه زي ما انت قلت، من امتى بنفتكر الاتحاد ابتدى البدايه دي؟ من امتى بنفتكر الاتحاد عنده تشكيله ثابته في اول اسبوعين او ثالث اسبوع؟ من امتى نفتكر ان عنده تكامل في بعض الخطوط، فرقه مريحه او فرقه قويه او فرقه يعني تقدر تشوف منها شو مميز؟ التركيبه الهجوميه بتاعتهم ميسي وابراهيم حسن واوستن اموتو، واوستن اموتو هدفين في المباراتين، كل مباراه هدف، برضو اعتقد لعيب سوبر مميز يعني مع التنظيم في منطقه نص الملعب. وكان عاجبني التشكيله الدفاعيه كمان بتاعتهم، لكن لولا طرد محمود علاء من غير لازمه وبانفعالات مبالغ فيها كان عندهم تشكيله دفاعيه كمان قويه او مميزه. اعتقد المهدي سليمان كان من عامل في حراسه المرمى يعني شيء من الثقه للعيبه. فرقه متكامله، بدايه قويه مديهم امل ان هم يستمروا، ان هم يبينوا فريق الاتحاد السنه دي بشكل مختلف. بس قدام فرقه كمان طلائع الجيش، يعني هنتكلم عنها. طلائع الجيش من الفرق كمان اللي ابتدت الدوري بشكل مقبول جدا. الاتحاد عنده 6 نقط، طلائع الجيش عنده 4 نقاط. اعتقد المنافسه هتبقى عنيفه قوي بين الاثنين مدربين، ازاي نكسب الماتش. اعتقد الفرص الفرقتين حتى يعني لو قلت هنا اوستن اموتو، هتلاقي الناحيه الثانيه هتلاقي مثلا خالد قمر، خالد قمر برده جايب هدفين، وخالد قمر الماتش اعتقد امبي جاب هدفين بالظبط، وماشي بشكل جيد جدا، ماشي بشكل جيد جدا. فاعتقد مباراه للمشاهده، مباراه للمتعه، فرقتين يقدروا يقدموا لنا كره جيده جدا. الاتحاد بصراحه المنطقه الاماميه عند الاتحاد اعتقد ممتعه، ميسي مع ابراهيم حسن مع اوستن اموتو بيعملوا الثلاثه ده، وعملوا تدعيمات مهمه جدا يا كابتن ايمن، يعني محمود علاء، المهدي سليمان، يعني حتى الاماكن اللي كانت السنين اللي فاتت فيها مشاكل في الاتحاد هم عالجوها السنه دي. صراحه كابتن محمد عمر بيختاروا له المدير الفني واختاروا له الاسماء اللعيبه اللي جت، عملوا فرق كبير. متفق معاك تماما، في شيء من الاستقرار جديد على شخصيه فرقه الاتحاد. صحيح. واعتقد كمان في تقبل من الجمهور، يعني الجمهور كمان في حاله تواصل بشكل جيد جدا في المرحله دي. واعتقد فرقه الاتحاد فرصها كبيره قوي انها تقدم موسم قوي. خلي بالك السنه دي دوري صعب. يعني معظم الفرق تدعيماتها لما تيجي تتفرج عليها ابراهيم، لا موسم صعب لاي فرقه، اللي مش هيبقى جاهز قوي هيقع من الاول، مش هيعرف يقوم. في الاتحاد البدايه بتاعته اعتقد مريحه للاعصاب اخيرا، بدايه مقبوله. النهارده كمان ماتش مهم قوي مع طلائع الجيش، اعتقد يعني فكر الاتحاد ان هم يكملوا حلم البدايه بفوز ثالث.